ايه الدوشه دي؟ الدوشه اللي انت عاملاها دي؟ يا نهار اسود، اللي جابك هنا يا حمار؟ بالراحه، عض لسانك عشان ما تشمش ريحه الخوف. وانتوك الحنين. ايه اللي جابك هنا؟ قول اعمل كده. انا لما شفتها في الاول كنت فاكره ابويا جاب لك تيدي بير عشان البلنطين. هو ابوك ده عمره بيجيب لي حاجه، تعرف انا من ساعه هو ده وقته، هو ده وقته. انا بتاكل. بعد كده ايوه قلت اجرب منها والعبها. ماشي. لقيتها بتتحرك، قلت بطاريه. لا ده انت كده حمار. ولما فهمت من ساعتها وهي قفشه فيا. ايوه. وقاعده تسليني من كتر الجبل. قلت لك انا قبلت بالوضع، حتى جبت لها واكله واكلها ما رضيتش. ليه؟ حطيت لها ايه؟ موزه. فين الموزه دي؟ اهي موزه ضاني، جايب لها موزه ضاني. واه المفروض بتلو. بالراحه بالراحه. ايه اللي شابها هنا؟ هقول لك، بس اوعى تقول لابوك. انا مش في موقف ينفع اتفاوض فيه، لو طلعت حي مش هقول. بصراحه انا طلبت النسناسه اونلاين فجت لي دي. كينج كونج دي عامله تعملها مربوحه كانك اتجننت. انا اسف. معلش يا عتر. خليها تهدى علي. يو غوريلا، يو نايس ات جدع. بقول لك ايه، انت لازم تساعدني في الموضوع ده. اساعدك؟ ده انا هروح لابويا واقول له واخليه يخلصنا منك ومنها. شكلكم اللي هتربيكوا يا جزم. كنت فين يا بركه من زمان؟ حاج بيرجع يا رب. الحمد لله. لازم يعني اجيب لكم جودزيلا عشان تسمعوا الكلام؟ خلاص خليها تسيبني واعمل لك كل اللي انت عايزاه. يو سيبي ات. ايه هيبقى غوريلا وديناصور؟ اللي حصل ده بجد؟ ايوه بجد. ايه المشكله؟ غوريلا في البيت مكبر الموضوع ليه؟ اوه يا مري. هو في اكبر من كده؟ انت اعمل كده، اعمل كده. ايوه بقول لك ايه، كيف ما اتفقنا اوعى تجيب سيره لابوك، بس بشرط ايه؟ تقنعيه اروح رحله فجنون. اتفقنا. والبتاع دي يومين وتمشيها. وانا امشيها كيف يعني؟ اعمل ايه الصالح؟ اللي حضر العفريت يصرخ، ما هو مش انت اللي تعمل المصيبه واحنا اللي نضربه. احسن جدعه. انت بنت اهدي بالراحه، هنتفضح انا وانت. حرام ما كنت كلتها احسن. مالك انت جعانه؟ هنجري يو. انا عارف. بص يا ماما مربوحه جابت لك ايه؟ بنانا. نو ارجعي تلبسي العبايه الاول عشان ما حدش يعرف ان انت غوريلا. عبايه فرس بعدين بنانا. عبايه بنانا خلاص بنانا عبايه مربوحه. واه البسي العبايه بسرعه مربوحه. هي كبير في حد يخش كده على ستات من غير ما اخبط؟ ما انا اخبط. طب تعالي بس نتكلم بره. دقيقه، ده بلاكارد جديد؟ لا ده جربتي. اوه ده الحرك. ايه المجنس ده؟ والله العظيم ما شفته الا الهيلوروني كولمان وفيليكس ويلر. هي بتلعب حديد يا بنت. هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. اصل احنا حدنا في العيله عرق. العمود الفقري جاي كده بالعرض. ايه الجهل دي؟ والله اسمع مني. اسمع عظمه الترقوه دي، مفيش عمود فقري بالجنب. طب ده انا جدي 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 لما كان يجي عد من باب الفتوح اللي عند زيزو ده كان يوطي. ايه ده؟ وبيعمل كده ليه؟ راجل مهزق صحيح. لا بيعمل كده عشان طويل. عشان كده سماها غوريه.
انت يا بنت انت بتبالغي في الكلام. ايه عشان طويل هيوطي عشان من باب الهوريه؟ ليه ما قوم عاد؟ تعالى بس نتكلم بره. عيب عيب كده. تعالى بس. ايه الصوت ده؟ انت متوكده يا بنت جوزها هو اللي كان بيضربها؟ هريها هريها. ايه ده؟ ايه ده؟ حلف جبليه. خبر يا بنت؟ ايه؟ المفروض ما يسموهاش غوريه، المفروض يسموها غوريلي. ايه؟ ايه مش حلوه؟ لا حلوه غوريه. حلوه قوي غوريه. طب تعالى بس نتكلم بره يا كبير. هي